السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. نكمل دروس مادة الاجتماعيات للصف السادس ابتدائي، وصلنا إلى محافظة أربيل صفحة 15. الموقع الجغرافي: تقع محافظة أربيل في شمال وطننا العراق. تقع محافظة أربيل في شمال العراق، وهي إحدى محافظات إقليم كردستان العراق. إذن هنا السؤال: أين تقع محافظة أربيل؟ تقع في شمال وطننا العراق، وهي إحدى محافظات إقليم كردستان العراق. هذه هي خارطة العراق، وهذا باللون الأحمر هي محافظة أربيل. يجينا السؤال: ارسم خارطة العراق وحدد موقع محافظة أربيل. هذا هو موقع محافظة أربيل. هسه نجي إلى التضاريس. تتميز محافظة أربيل بتنوع مظاهر السطح فيها، والذي يمكن أن نقسمه إلى قسمين رئيسيين. إذن ما شكل تضاريس محافظة أربيل؟ ما شكل تضاريس محافظة أربيل؟ تتميز بتنوع التضاريس، بتنوع مظاهر السطح، تتميز بتنوع مظاهر السطح فيها. تقسم إلى قسمين: أولاً منطقة الجبال العالية، وثانياً منطقة الهضاب والسهول. منطقة الجبال العالية: تشغل هذه المنطقة الأقسام الشمالية الشرقية من المحافظة. تشغل هذه المنطقة الأقسام الشمالية الشرقية من المحافظة. هنا يجي فراغ: منطقة الجبال العالية في محافظة أربيل تشغل فراغ من المحافظة، تشغل الأقسام الشمالية الشرقية من المحافظة، وتتكون من سلاسل جبلية يكون اتجاهها من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي. ومن أهم سلاسلها الجبلية سلسلة جبال حصاروست، التي تضم أعلى القمم الجبلية، وتتمثل بقمة جبل هيلكورد الذي يصل ارتفاعه إلى قرابة 3600 متر، وجبل سفين وجبل حرير. إذن هنا السؤال: ما شكل تضاريس محافظة أربيل؟ نقول تتميز بتنوع مظاهر السطح، وتقسم إلى قسمين: أولا منطقة الجبال العالية، وثانيا منطقة الهضاب والسهول. منطقة الجبال العالية تشغل هذه المنطقة الأقسام الشمالية الشرقية، هذا هنا عندنا هنا فراغ أو صح وخطأ. هنا عندنا جبال حصاروست، تعريف مهم، تعريف مهم جبال حصاروست. هنا هذه هي أما تجي فراغات، يعني هنا الفراغ، ومن أهم سلاسلها الجبلية سلسلة جبال فراغ التي تضم أعلى قمة على القمم الجبلية، وتتمثل بقمة فراغ الذي يصل ارتفاعه إلى فراغ. يعني هذه أما تجي فراغات أو صح وخطأ أو تعاريف، تعاريف مهمة مثل تعريف جبال حصاروست. تعريف جبال حصاروست وهو من أهم السلاسل الجبلية في محافظة أربيل، والتي تضم أعلى قمم الجبلية التي تتمثل بجبل هيلكورد، والذي يصل ارتفاعه إلى 3600 متر. أنا هنا ملخصتها لكم بالكتاب، وبعدين بنهاية الفيديو راح أعطيكم الملخص بالدفتر. وكذلك هنا عندنا هيلكورد، تعريف مهم هيلكورد، وهو أعلى قمة جبلية في محافظة أربيل، والذي يصل ارتفاعه إلى قرابة 3600 متر، وهو أحد جبال سلسلة حصاروست، وهو أحد جبال سلسلة جبال حصاروست. هنا عندنا كذلك جبال سفين وجبل حرير، هذه هنا تجي فراغات أو تعاريف. يعني التعريف جبل سفين وتعريف جبل حرير اثنيناتهم نفس التعريف، اثنيناتهم نفس التعريف. إذا اجت على شكل تعريف راح نقول وهي من الجبال التي تقع في محافظة أربيل. هنا الفراغ أهم السلاسل الجبلية في محافظة أربيل، سلسلة جبال حصاروست وجبل سفين وجبل حرير. ثانيا منطقة السهول والهضاب، تشغل هذه المنطقة الجهات الجنوبية الغربية من المحافظة. هنا عندنا فراغ تشغل هذه المنطقة اللي هي منطقة السهول والهضاب، الجهات الجنوبية الغربية من المحافظة، وأهم أقسامها هي سهل أربيل وسهل ديبكة وسهل مخمور.
هنا عدد سهول محافظة أربيل، سهل أربيل وسهل ديبكة وسهل مخمور. هنا سهل أربيل وسهل ديبكة وسهل مخمور يجي أما فراغات أو تعاريف. هذه التعاريف هذه السهول هو نفس التعريف، يعني إذا إجى تعريف سهل أربيل أو سهل ديبكة أو سهل مخمور ثلاثتهم نفس التعريف نقول وهي من السهول محافظة أربيل والتي تشغل الجهات الجنوبية الغربية من المحافظة. هسه نجي إلى المناخ. مناخ محافظة أربيل، تتميز محافظة أربيل بسيادة مناخ البحر المتوسط، هنا عندنا فراغ. تتميز محافظة أربيل بسيادة مناخ البحر المتوسط الذي يتميز بصيف معتدل الحرارة وبالشتاء بارد، أما كمية الأمطار فتصل أحيانا إلى أكثر من 1000 ملم وتزداد في الأقسام الشمالية الشرقية مع فرص كبيرة لتساقط الثلوج. هنا سؤال تكلم عن مناخ محافظة أربيل، هذه عندنا حفظ، أو هنا عندنا مثلا فراغات. تتميز محافظة أربيل بسيادة مناخ البحر المتوسط، هذا هنا عندنا فراغ، والذي يتميز بالصيف فراغ معتدل الحرارة وبالشتاء فراغ والشتاء بارد، كمية الأمطار تصل إلى أكثر من 1000 ملم، هذا كذلك فراغ، وتزداد في الأقسام الشمالية. يعني هذه المناخ مهم، وحفظ يجي على شكل فراغات أو صح وخطأ، أو تكلم عن مناخ محافظة أربيل. طرق النقل والمواصلات هذه حذف. نجي إلى الموارد المائية. تتنوع مصادر الموارد المائية في المحافظة بين المياه السطحية والجوفية ومياه العيون والينابيع، ويمكن تقسيمها على النحو الآتي. الموارد المائية هذه كلها حفظ. أولا المياه السطحية، وتتمثل بمجموعة من الأنهار والمجاري المائية التي توزع على سطح المحافظة، ومن أهمها أولا الزاب الكبير والزاب الصغير. هنا هذا يجي أما تعداد أو فراغات أو تعاريف. الزاب الكبير وهو أحد روافد نهر دجلة ويجري بين محافظتي تهوك وأربيل. الزاب الصغير وهو أحد روافد نهر دجلة ويمر في محافظات السليمانية وأربيل وكركوك، ويعد المصدر الرئيسي للأنشطة الزراعية والصناعية. هنا هذه الأقسام المياه السطحية، الزاب الكبير والزاب الصغير. هذه أما يجي تعاريف أو فراغات، مثل فراغ هو أحد روافد نهر دجلة ويجري بين محافظتين توك وأربيل، راح نقول الزاب الكبير. أو هنا يقول الزاب الكبير وهو أحد روافد نهر دجلة ويجري بين محافظتين فراغ وفراغ، راح نقول توك وأربيل. ثانيا مياه العيون والينابيع. تنتشر في محافظة أربيل العديد من العيون والينابيع التي تتعدد استعمالاتها ما بين الزراعية والصناعية، فضلا على أن بعضها يشكل موقعا مهما للسياحة والاصطياف. هذه هنا عندنا فراغات مهمة، أو تكلم عن المياه العيون والينابيع في محافظة أربيل، هذه حفظ. إذن الموارد المائية هذه كلها حفظ، يعني هنا السؤال تكلم عن الموارد المائية في محافظة أربيل، أو ما هي أهم الموارد المائية في محافظة أربيل. أهم الموارد المائية في محافظة أربيل راح يكون هذا الجواب. نذكر المياه السطحية والمياه العيون والينابيع. والمياه السطحية هنا أهمها الزاب الكبير والزاب الصغير. النشاط الاقتصادي حذف. صفحة 18 حذف، صفحة 18 حذف. هسه نجي إلى نبذة تاريخية عن محافظة أربيل. تزخر محافظة أربيل بالعديد من الآثار التاريخية التي لا تزال آثارها موجودة إلى الآن، ومنها قلعة أربيل. قلعة أربيل مهمة. ذكرت قلعة أربيل في الكتابات الآشورية والبابلية باسم مدينة الآلهة الأربعة، وقد كانت مركزا لعبادة الآلهة البابلية عشتار، وقد وجدت فيها ألواح مسمارية لملوك آشوريين منهم آشور بانيبال وآخرون. ومن الآثار الموجودة في أربيل منارتها المسمات بالمظفرية نسبة إلى مظفر الدين حاكم أربيل، وكانت المأذنة جزء من الجامع الكبير،
وما فيها من زخارف أثرية جعلتها شبيهة بمثيلاتها في الجامع النوري في الموصل وداقوق في كركوك. النوري في الموصل وداقوق في كركوك. أصبحت أربيل محافظة عند صدور قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969. إذن هنا السؤال، ما أهم الآثار التاريخية في محافظة أربيل؟ راح نقول أولا قلعة أربيل، وثانيا المنارة المظفرية، وراح نشرح عن قلعة أربيل والمنارة المظفرية. أو هنا يجي تعريف قلعة أربيل. تعريف قلعة أربيل نقول وهي من الآثار التاريخية في محافظة أربيل، وذكرت في الكتابات الآشورية والبابلية باسم مدينة الآلهة الأربعة، وقد كانت مركز لعبادة الآلهة البابلية عشتار، وجدت فيها ألواح مسمارية لملوك آشوريين منهم آشور بني بال. تعريف آشور بني بال نقول وهو أشهر الملوك الآشوريين في محافظة أربيل. وثانيا المنارة المظفرية نقول وهي من الآثار الموجودة في محافظة أربيل، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مظفر الدين حاكم أربيل، وكانت المأذنة جزءا من الجامع الكبير. هنا عندنا تعريف مظفر الدين نقول وهو حاكم مدينة أربيل، وسميت المنارة المظفرية في أربيل نسبة إلى اسمه. هنا هذا ملخص عن محافظة أربيل. أين تقع محافظة أربيل؟ الجواب، تقع محافظة أربيل في شمال وطننا العراق، وهي إحدى محافظات أقليم كردستان العراق. سؤال، ما شكل التضاريس في محافظة أربيل؟ الجواب، تتميز بتنوع مظاهر السطح، ويمكن تقسيمها إلى قسمين. أولاً منطقة الجبال العالية، تشغل هذه المنطقة الأقسام الشمالية الشرقية من المحافظة، وتتكون من سلاسل جبلية يكون اتجاهها من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي. وثانياً منطقة السهول والهضاب، وتشغل الأقسام الجنوبية الغربية من المحافظة. أهم السلاسل الجبلية في أربيل هي سلسلة جبال حصاروست وجبل سفين وجبل حرير. هذه هنا فراغات. أعلى قمة جبلية في محافظة أربيل جبل هيلكرد، هنا فراغ. وتعريف هيلكرد وهو أعلى قمة جبلية في محافظة أربيل، يبلغ ارتفاعه 3600 متر، وهو أحد جبال سلسلة حصاروست. تعريف حصاروست، وهو من أهم السلاسل الجبلية في محافظة أربيل، والتي تضم أعلى القمم الجبلية وهي قمة هيلكرد الذي يبلغ ارتفاعه 3600 متر. أهم السهول في محافظة أربيل هي سهل أربيل وديبكة ومخمور. سهل أربيل، ديبكة، مخمور، هنا ثلاثتهم نفس التعريف، وهي من السهول المهمة في محافظة أربيل، والتي تشغل الجهات الجنوبية الغربية من المحافظة. تتميز محافظة أربيل بسيادة مناخ فراغ البحر المتوسط. تكلم عن مناخ محافظة أربيل. الجواب، تتميز محافظة أربيل بسيادة المناخ البحر المتوسط، الذي يتميز بصيف معتدل الحرارة وبشتاء بارد. أما كمية الأمطار فتصل أحيانا إلى أكثر من 1000 ملم، وتزداد في الأقسام الشمالية الشرقية مع فرص كبيرة لتساقط الثلوج. سؤال، ما هي أهم الآثار التاريخية في محافظة أربيل؟ الجواب، أولا قلعة أربيل، وثانيا المنارة المظفرية. قلعة أربيل وهي من الآثار التاريخية في محافظة أربيل، ذكرت في كتابات الآشورية والبابلية باسم مدينة الآلهة الأربعة، وقد كانت مركزا لعبادة الآلهة البابلية عشتار، وقد وجدت فيها ألواح مسمارية لملوك آشوريين منهم آشور بني بال. المنارة المظفرية وهي من الآثار التاريخية في محافظة أربيل، سميت بهذا الاسم نسبة إلى مظفر الدين حاكم أربيل، وكانت المأذنة جزءا من الجامع الكبير. هنا تعريف آشور بني بال، وهو أحد أشهر الملوك الآشوريين في محافظة أربيل. وتعريف مظفر الدين، وهو حاكم مدينة أربيل، سميت المنارة المظفرية في أربيل نسبة إلى اسمه. هذا هو ملخص درسنا لهذا اليوم عن محافظة أربيل، وبالتوفيق إن شاء الله، ومع السلامة.